مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا، وعيدكم مبارك سعيد، وحنا في ثاني ايام عيد الاضحى المبارك اللي كنتمنوا انه يدخل للجميع بالصحه والسلامه، وكنتمنوا كذلك اي بيت واي اسره مغربيه تكون فرحات بعيد الاضحى. وحنا كنعرفوا ان من العادات المغربيه اللي تربينا فيها ورباوها علينا والدينا اننا نهار ثاني عيد كنديروا مع اولاد الجيران اولاد الحومه ما يسمى بخيلوطه، كل واحد كيجيب شي حاجه من البيت ديالو، وكنشاركوا ملي كنا صغار وكنطيبوها وكناكلوها مجموعين. اليوم في جائحه كورونا مولفين في الروبوطاجات ديالنا كنمشيو للاحياء كنلقاو الدراري دايرين كياطان دايرين في حركه، ولكن اليوم مع كورونا جينا المنزل اسره مغربيه نشوفوا الوليدات واش دايرين خيلوطه او لا لا. السلام عليكم. السلام. عيد مبارك سعيد لينا ولجميع. نتعرف على الاسماء، الاسم ديالك؟ انا اسمي محمود. هنا مستوى كتقرا محمود؟ عامي راح اكون في الخامسه. ان شاء الله. شحال جبتي في الامتحان محمود؟ 8.5. ما شاء الله. جي اليوم اش كدير؟ خيلوطه. مع من؟ مع صحابك؟ مع خوتك؟ مع من؟ كنا كنديروها مع صحابنا، هاد الدراريات كلهم كيكونوا عامرين، ولكن دابا كاين كوفيد 19. ياك درتوها بوحديتكم. الاسم سميتك ولدي؟ معاد. واخا المستوى الدراسي ديالك معاد؟ في كاترين. اذا العام الجاي عندك 5 ايام. شحال معدلين نجحتي؟ انت ما تهنيتو امتحان، يمكن تبكيتو امتحان هذا العام. شحال معدل باش نجحتي؟ 16. ما شاء الله. والشعبه اللي تبعتي؟ علمي. لا شنو الشعبه؟ علمي شنو؟ سيونس مات. هذا سي سيونس مات، علوم رياضيه. تبارك الله عليك. اليوم اش كنشوفو؟ كنشوفو انت هو الشاف ديالهم انت ولا بحال بحال؟ بحال 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 خوتك ياك. مع قال لي الاخ ديالك راك اليوم ما درتوهاش مع صحابكم. مع عاد الكوفيد 19 قبل تيجيو الدراري عندنا. ياك درتوها بوحديتكم. وانت الكتكوت سميتك؟ روان. يا اش كدير دابا؟ اش كديروا دابا؟ كنطيبوا خيلوطه. انت ومن؟ انا ومحمود ومعاد. شكون هما محمود ومعاد؟ اش كيجوك؟ زوينين. زوينين خوتك. شنو هي خيلوطه مروان؟ محطه. اش تحطوا؟ هاي شوف استنط من خوك. سير عند خوك شنو بغى يقول لك؟ تنحط الطاجين تنقلو بيناتنا وتنمشيو ناكلو. وانتوما اللي كطيبوه ياك؟ صافي. ودابا شنو هو الطبق اللي غديروا لنا اليوم؟ شكون يجاوبني؟ طاجين بالبصلة و البرقوق. برقوق. لحقاش قالتها لي ماماك. قالت لي راه بغاو يطيبوه هما اللي اختاروا الطاجين بالبرقوق. والبيض وهادشي. هادشي سميتو هادشي؟ تحميره. سميتو؟ تحميره وبزار والملحه والسكر. يلا نبداو على بركة الله. شكون غايدير لينا؟ شكون غايبدا؟ يلا تفضلوا. بزاف هزليتك هذا. باغا تشاركوا مجموعين، كل واحد غايدير اللي ديالو، كل واحد غايدير مشاركه. ها وقولوا لي يلا شنو كتحطوا؟ اللحم فوق البصله. هذه ماماكم وراتها لكم ولا خديتوها من اليوتيوب ولا شنو الوصفه؟ والدينا. ماماك الحف اللي قالت لك شنو؟ ها لا غلطت انا. علاش البرقوق ما كيدارش مع الماكله؟ تفضل. معلاش حشمتي غير زيد. ربما بغيتي ديروا ديروا، انا ما غندخلش لكم في الاكل ديالكم. شنو غدير؟ مراه كنديروا ما كديروش الزيت شويه شويه. يلا تفضلوا نجلس حداكم، انا راه ما غنوريكمش، ربما عندكم شي وصفه ديالكم. اشنو كديروها؟ بشويه بشويه. ها هي درتو البصل، درتو الملحه، درتو التحميره، شويه ديال البزار. خليو تا الاخ الصغير ديالكم يدير يدو. مرة نديرو الزيت.
كطيبو بزيت العود؟ ما الزيت هي؟ هي اللي زعما كطيب لينا وكتعقلنا البلول. ياك ها شنو غديروا ثاني؟ خرقوم. ما درتيش الخرقوم؟ انا راه ما نقول لكم والو. نشوف مروان بغى يدير كل شيء. مروان غادي نحطو في ولكن ما نسيتي شي حاجة؟ الماء وقتنا عيب شوية عليكم. هذا القد ديالكم اللي كنشوف. اذا مروان هو الشيف ديالكم. ها ومن بعد شنو؟ ديروا برقوق شوية. لا ما لا البرقوق ما كيداش دابا بلاتي. يمكن صافي غتسدو عليه طيبو. ياك فين غادي تمشي طيبو؟ في المجمر. يلا نمشيو نشوفو دير المجمر. نمشيو معاك. درتو هادشي في السطح؟ يلا نمشيو مع دابا اش غديروا ليه؟ واحد شويه. نعم نخليه واحد شويه بالماء يطيب شويه ونزيدو عليه البرقوق ونعاود نسدو عليه حتى يطيب كامل. وانديرو فيه البيض. غديرو فيه البيض. شي تقريبا ثلاثه البيضات. دابا انت بغيتي طيبو على المجمر. المجمر كيطلع الماكله بنينه بحال التقاليد. بحالاش بحال التقاليد ديالنا. ياك وكل شيء غنديرو. وكل شيء شنو نديرو؟ اش غديرو دابا؟ هاد شكون غياكل في هاد الطاجين؟ شكون لمن غتعطيها الطاجين؟ نسولك انت الصغير ولا من غتعطيها الطاجين؟ ماما ثلاثة. شكون ام؟ موعد ومحمود وماما. اها وانت ومحمود. ياك هاد الطاجين شكون غيشاركم فيه؟ حنايا بثلاثة. حنايا ستة. ونقول لكم انتم مقيدين انا كيفاش. ياك موعد هاد الطاجين لمن غتشاركو نتا ومن؟ ناكلو حنا وخوتنا وذوقو شويه عائلتنا. ماماك باش يعطونا الراي ديالهم. ياك هاد العام عيطتو مع العائله ولا لا؟ عيطنا مع العائله ولكن كاين شي وحدين في خارج البلاد مع هاد الكوفيد 19 كما قدروا يجيو عندنا. ياك شكون هما؟ بحال خالي حبيبي اللي كاين في بلجيكا في فرنسا وخالتي اللي كاينه في ايطاليا. ما جاوش هاد العام؟ لا ما جاوش. وشنو تقول لهم بهذه المناسبه؟ نقول لهم مبروكم العيد و تعيدوا بالسلامه. نتمنى تجيو عندنا تعيدوا معنا ان شاء الله. وشنو تقول المغاربه بهذه المناسبه؟ مبروك العيد و ان شاء الله تكونوا بالصحه والخير. شنو تقول بهذا العيد؟ شنو تقول الناس؟ مبروك العيد. ياك يلا نخليوكم دابا نخليكم دابا عاد لي على الطاجين. شوف باقي ما صحاش لان باقي المده باش انه غيغلى ولا شي حاجه. مازال ها هو الطاجين ديال هاد الخبز زوينين حقا. ما نتوما ما عندكمش اختكم؟ نسيت هاد السؤال. لا ما بانش ليا بنيته هنايا. كاين حنا ثلاثه. ها نتوما بثلاثه وقربوا لي. نتوما ما كتعاونوش ماماكم؟ شكون راه شويه داكشي عندكم؟ ما هو كنتو غديروا البرقوق كنتو ما كتعاونوش ماماكم شويه شويه. شكون اللي كيعاون ماما في الشقه دابا؟ ماماكم ما عندهاش البنيه. انا اللي كنغسل ليها المواعين. بصح وانت اش كدير؟ كنعاون في الصخره. وانت كتعاون ماماك ما عندهاش البنيتات مسكينه؟ كتعاون اش كدير لها؟ كنغسل لها المواعين بحال محمود. كتغسل لها المعن بحال محمود. تبارك الله. ايوا مزيان. عاونوا ماماكم لحقاش ما كايناش البنيه اللي تعاونها. ياك نتوما كلكم داري خصكم تعاونوها. اذا مشاهدينا ما بقى لي الا نودعكم. نخليو هاد الوليدات مع الطويجين ديالهم ونتمنى ان شاء الله واكيد ملي كاين اللمسات ديالكم راه غيكون بنين وغيكون زوين ان شاء الله. وما بقى نقول لكم ونقول لكم عيد مبارك سعيد باش ما تمنيتيو يا رب. ومزيان هاد التقاليد اننا نحافظوا عليها ونعلموها للاجيال القادمه باذن الله تعالى باش يبقى هاد الموروث الثقافي ديالنا الشعبي يبقى على اجيال نتوارثوه من جيل لجيل باذن الله تعالى. دمتم في امان الله. الى اللقاء.